بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا نتوجه بالشكر لسيدي صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي على دعمه لأبناء المعاقين، وهو الأب الروحي لأبناء المعاقين. اليوم جت رسالة للمجتمع أن دولة الإمارات دولة مسالمة، دولة تقدم الدعم الكبير لأبناء المعاقين، وهذا جزء من رسالة اللي قامها اليوم في منطقة الحمرية اللي توصل للعالم أن بطولة العالم بتقوم في دولة الإمارات الفترة القادمة في إمارة أبوظبي. فنتمنى التوفيق للجميع ونشكر جميع المؤسسات الإعلامية. هذه رسالة تكمل مدينة الشارقة ما تقوم فيها، مدينة مسالمة، مدينة حاضنة لأبنائها، حاضنة لأبناء المعاقين. وبطولة المعاقين انطلقت من فترة قريبة، وفي بطولة قادمة جاي البطولة المعاقين. فهذا كله دليل أن إمارة الشارقة إمارة حاضنة لأبنائها المعاقين.